شو اللي خلى ثورتها تراجع للوراء؟ بسبب يعني تخاذل الثوار، الثوار تخاذلت، صارت الثوار تعتمد على الدول الداعمه للخارجيه حتى تاتي باي حركه. يعني العالم قلت ايمان العالم انه هي ثورتنا مباركه، صارت تعتمد على الغرب مشان يدعمون. تمام، بالدرجه الاولى يعني واحد حداد صار قائد فصيل او قائد لواء، والثاني كهربجي كمان نفس الامر. يعني شافوا العملة الدولار نعم على قلوبهم، وهن السبب الأول والأخير بتراجع ثورتنا للوراء. هلا بالنسبة لرأيي إنه اللي خلى ثورتنا تراجع للوراء ضعف الإيمان الموجود بقلوبنا وتخاذل بعض القادة وقوة العملة على هالثورة. الطعن الداخلي وكثرة الفصائل عندنا بسوريا والدولار، يعني العملة هي اللي نزعت الثورة كلها. يعني صار فيها دهن وصار فيها وقلابية قصيرة تراجعت لك، هذا كبير. يعني هلا ما الدواعش ما طعنوا بالثوار بالربط أخذوها منه، يعني صارت إسلامية وصارت كل العالم ضدها. رأيي القيادة أنا يعني.